هنا ولا ماما؟ ماشي. هنا ولا ماما؟ ده اسم اللعبة. أكمل المثل التالي. ماشي. اللي هيقول الأول. قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. قبل ما يلوف على غيرك، وإجابة صحيحة. إيه ده؟ ماما، نقطة ماما. أمثال. ما هي الرياضة المستحدثة؟ رياضة بس بتعتمد على الرقص. زومبا. زومبا، وإجابة صحيحة. هنا. ما هي أكلة التورلي؟ بطاطس بسلة، صح ولا لا؟ اشرحها يعني. صح. بطاطس بسلة، خضار مشكل مع بعضه مظبوطة. بالصلصة. معرفش انت عارف، انا عمري ما عملتها لكم. افتكرت حاجة حلوة. انا عمري ما عملتها. عمرك ما عملتيها بس تعرفيها يعني. اعرفها، عمري ما عملتها لكم. طيب قولي اغنية تتر من مسلسلات التسعينات والالفينات. بلاش. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوقي فوق الحد ونحضن الكون. عارفة الاغنية دي؟ مسلسل ايه؟ سارة. الباب اللي يجيلك منه سد واستريح. سد واستريح. هنا برضه. انت دايما بتقولي هنا الباب اللي يجيلك منه الريح ايه؟ سد واستريح. برافو. دايما معلمة كويس. طب ما البنت شاطرة في الامثال اهو. كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح. إجابة صحيحة. كلام سليم. يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله. إجابة صحيحة. صعبة. أشكركم. اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالتوب. سبتها طول. خوفاكي. لا لا قولي 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 خلاص. لا ما شاورت. قولي. لا الاجابه انتوا الاثنين. بس اتنين. بس كويسه يعني. في مثل صعب يعني وما سمعتوش كتير بس ماشي. ماشي. اللي يحسب الحسابات يتهنى في الهنا. في الهنا يبات. يبات، واجابه صحيحه. اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. دايما نبيها جدا اهو والله. حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ ايوه. ايه جامدة يا هنا والله جامدة. تربيتي تربيتي. هي هنا كسبت يعني. تمام. هنا كسبت. بس انا عايزه ماما هنا هي اللي تحكم عليها. طب وعد. نفسي كل ما انزل صوره. وعد. بجد مش هي. مش انت متضايقه عشان والله ضايقه النهارده لما قلت لها الحزام ما تلبسوش الذهبي؟ كانت عايزه تلبسه. كان معايا في الشنطه. هتصور معايا بالحزام الذهبي وهنزله وتبدي الاعجاب. هقول الله على الحزام الذهبي. الله الحزام الذهبي. لا وكل صوره تنزل على الانستجرام. انا منزلها حلوه وحشه علقي. حاضر. هي ما بتعلقش. لا 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 ساعات وساعات يعني. مش اصل هم ساعات الفانز بتوعها بيعملوا لي صور زي الملكه وزي الاميره. وانا بحب الحاجات دي قوي قوي. ف بيبقى شكلي مش حلو فيها. لا اصل كده بتعملي ايه الصور اللي انت بتنزليها يا طنط في ايه؟ فاقول لها ما بتعمليش لايك ليه؟ تقول لي مش حلوه. عارفه الصور اللي وشك صغير وحاطه جسم كبير واميره وعامله كده. بس ماما انت عارفه من اللي هو القرن 16 كريم انت ما بتعملش كومنت خالص. يروح يقول لي ما هي صوره وحشه يا شيرين احط ايه؟ اقول له لا هتضايق. بيحط لها قلوب كل ما تنزل حاجات. الوحيد كريم هو اللي بيعمل. بصي يا مدام شيرين، هو الحكم كالتالي، الحكم على العيله كلها. هتنزلي الصوره اللي انت عايزاها والعيله كلها بهنا باحمد بكريم بدانيا كلهم يقولوا لايكات ويقولوا الله. شفتي خلاص. مدام شيرين، مدام شيرين على المستوى العام بتمنى لك واتمنى كل الناس السلامة. على المستوى الخاص انت تستاهلي كل الهنا والسعادة حبيبتي. ربنا تستاهلي كل راحة البال.
انت وبناتك وجواز بناتك ربنا على المستوى الخاص. ابتسامتك دي مش المفروض يعني تروح ابدا ابدا ابدا، لان انت ست مشرقه وبتدي الناس دايما ابتسامه جميله. يا رب ما يحرمك ابدا من احبابك ولا من ابتسامتك الحلوه دي. مدام شيرين مامت النجمه.